المبادرات الرمضانية، لكن بقي رسم الابتسامة على وجوه بتستحقها هي الهدف. خلال الأيام الفضيلة يلي عم نعيش طقوسها، كان للقمة الصايم مكان بين عناوين إنسانية وتطوعية عديدة. اليوم ليا مع ضيوفنا اللي عم بيشاركونا صباحنا من فريق وئام التطوعي، رح نتعرف أكثر بشكل أوسع كمان على مبادرة لقمة صايم، فأهلا وسهلا فيكم. أكيد كريم خربطلي المنسق الإعلامي لفريق وئام التطوعي المسؤول عن مبادرة لقمة صايم، ومحمد محمود الموقع من فريق كمان. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم ورمضان كريم. اكيد يسعد صباحكم، صباح الخير لقناه الاخباريه اللي دائما عم بتكون مواكبتنا، مو بس نحن، اكيد كل اللي عم يشتغلوا على الارض، فدائما الاخباريه يعني حريصه انه عم تنقل الصوره اللي لازم تنقل عن اي مبادره تطوعيه او اي نشاط عم بيكون على الارض، فشكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. سيدي، بالبدايه شهر رمضان كثره المبادرات يلي بتخص يمكن الافطار وخاصه افطار السوريين لتكون عن جد لقمه الصايم هي اللي عم تجمع كل السوريين. خلينا نحكي اليوم شو بتتميزوا عن باقي الفرق التطوعيه، او شو كانت لكم بصمه من بعد يمكن مرور ايام عديده على شهر رمضان المبارك. اول شيء صباحكم وصباح الخير للجمهور كله. هلا يمكن نحن ما بنتميز كثير عن باقي المبادرات، كلياتهم الله يعطيهم العافيه، شباب سوري حابب يشتغل، حابب يعطي شيء ويقدم شيء لهالبلد. هلا نحن بس لنا خصوصيه، نحن بدمشق القديمه بموضوع الفريق الموجود معنا، نحن الفريق هو من تقريبا من نفس النسيج الاحياء القديمه، هن اخوه واصدقاء ربيعين سوا من مدارس، نحن من وقت ما كنا صغار وزملاء احياء يعني. نختلف نحن بنشاطاتنا اللي بنعملها نحن ضمن لقمة صايم، في عنا نشاط للأطفال يومي هذا بيصير، فنانين ضيوف بيجونا، وفي عنا الفنان أنور باكير موجود بفقرة كراكوزو يواز خيار الظل، في عنا مسابقات للأطفال لأنه أطفال الحي كلياتهم بيتجمعوا. نقبل متطوعين نحن من عمر 3 سنوات اللي بيجي بيشتغل لعمر 80 سنة اللي بيجي كمان بيساعدنا وبيشتغل. نعم حلو. محمود، لك عن كمان احكي لنا عن تجربتك بالفريق، كيف عم تقضوا كم تقضوا الوقت برمضان؟ هلا كريم، انا اول شيء استاذ محمود، اهلا وسهلا. هلا كيف عم نقضي الوقت برمضان، او بدك نحكي عن يعني طبيعه العمل التطوعي بجوز؟ تماما. هلا انا بالاساس بشتغل بالاعلام، المنسق الإعلامي للفريق. تماماً. هي الفكرة باختصار بدي أقولها، كمان بدي يعني هيك أنا من خلال شاشتكم كمان اللي عم يتابعونا هلا يقدروا يعرفوا شو نحن عم نشتغل وكيف ممكن يتواصلوا معنا بموضوع العمل التطوعي. هلا أنا بالأساس بقناة سوريا دراما، فبوجه تحية لزملائي بقناة سوريا دراما أكيد الكل، وللمدام رائدة يعني دائما اللي هي عم بتكون يعني دافع لنا سواء كان ضمن القناة أو حتى بالعمل الميداني بأي مجال بالإعلام. طبعا أخذت إذن قبل ما أطلع. شهر رمضان كيف عم تتوضع؟ إيه هلا بدي أحكي كيف ممكن بصير التطوع. هلا أنا مثلا باعتبار طبيعة شغلي بالإعلام، فأنا فيني أتطوع بالشيء اللي أنا بقدر عليه، يعني كل حدا له تخصص أو له مجال بيقدر يساعد، بيقدر يشارك بالشيء اللي هو بيقدر عليه. بمعنى أنت عندك وقت 10 دقائق تجي تساعد بهدول 10 دقائق، فأهلا وسهلا فيك. عندك أكثر من هيك كمان، هو بالنهاية عمل تطوعي، يعني أكيد الحافز من عند الشخص اللي هو جاي يتطوع. نحن كفريق بنحاول نشوف شو في ممكن يكون عنده قدرات نحن بحاجتها، شو ممكن يكون عنده هو شيء يضيف لهي المبادرة، فبنحاول نحن نستفيد منه بهذا الموضوع. طبعا مثله مثل أي عمل تطوعي، ولكن نحن على تراكم العمل يعني من 5 سنين تقريبا نحن يعني هي هلا نحن لقمة صايم 5، فصلنا 5 سنين نحن بهي المبادرة اللي عم يعني هي التراكمات خلتنا صار يعني نصير نعرف نأسس لأكثر خلينا نقول شيء احترافي اكثر بمجال العمل التطوعي. دائما هو العمل التطوعي يعني بيكون يعني غالبا بيكون هو عمل
كونه يعني تطوع فهو بيكون غير ملزم للاشخاص، فبتلاقي فيه هاي هيك الاريحيه الزايده خلينا نقولها. لا نحن وصلنا لمرحله انه لا صرنا بدنا يعني يكون في شيء احترافي اكثر. مثال على ذلك لقمه بصايم او اللي عم بصير بملتقى الوئام. هلا نحن اول ما بلشنا كان العمل كامل اذا بتتذكر معي محمود كان كله لفريق شباب. هلا نحن كان بدنا الناس الموجودين بالمنطقه مثل ما قال اللي هي كلياتهم جيران، هن كلياتهم اساس بهي المبادره، حاولنا انه شوي شوي يكونوا هن مدموجين معنا بهي الفكره شوي شوي خلال 5 سنين. هلا نحن صار شوي شوي يعني صرنا نخفف من وجود الفريق الاساسي لحتى يصير في الفريق يعني يصير الفريق هو من المنطقه، لحتى نحن بعدين شوي شوي نقدر كمان كوئام وكملتقى نقدر ننقل هي التجربه لمناطق ثانيه، بحيث انه كمان ناسس لمطابخ ثانيه. وهلا ما شاء الله بالشام صار في 4-5 مطابخ يعني. نعم الله يقويكم، الله يقويكم. نحن خلينا ننتقل ونشوف مع بعض بعض من الصور يلي رصدت جهودكم خلال الايام الماضيه وخلال الشهر الكريم. كمان استاذ محمد خبرنا كمان عن تجربتك بالفريق والوقت والجهد اللي عم تبذلوه ايضا بهالشهر الفضيل. هلا الوقت كثير ضيق بالنسبه لنا نحن بموضوع الاعمال، بس عم نقدر نغطي كافه احتياجات المطبخ. هلا نحن مو مقتصرين كملتقى وئام موضوعنا على المطبخ والأمية صايم، نحن بكل السنه في عنا نشاطات قائمه تتراوح من عنا 5 صفوف تقريبا نحن بالمقر تبعنا، مندرس فيه العربي والانجليزي الفرنسي الرياضيات، كان في عنا دورة تمريض حلو اسعافات اولية اسعافات اولية، كان في عندي دورة تمريض ثانية لستات البيوت اللي هي التمريض المنزلي، كيف التعامل مع الاطفال بالاعشاب والادوية المتاحة لما ما تقدر توصل على المشفى. في عندنا مشاريع كثيرة في تنموية، في عندنا مشروع هلا ابر وخيط اللي عم نشتغل عليه مشان تعليم السيدات للخياطة، مشاريع صغيرة هذا المشاريع الصغيرة. السنة الماضية كان عندنا مشروع اشتغلنا فيه منيح بحمص ودمشق والسويدة اللي هو اكلاتي من زراعتي، هو تعليم زراعة الفطر المحاري والزراعات المنزلية المائية والزراعات البسيطة بالاسطح كان بالمنازل مشان الاكتفاء الذاتي. نعم هي المبادرة الكبيرة اللي احنا بنشتغلها طول السنة، هي مبادرة لقمة الصايم اللي بتتم 30 يوم، هي بتاكل جهد منا كثير قوي لانه العمل بيكون تقريبا من الساعة 7 صباحا للساعة 5 فجرا. يعني هلا نحن كفريق نحن بنقسم الوقت، نحن في عالم تجي الصباح في عالم تجي بعد منا، معنا الصور كمان عم نشوفهم في عندك لانه في عندك وقت تحضير وطبخ وتوزيع وتصنيف وهيك بالضبط. هلا بالنسبه للتوزيع نوعا ما نحن مرتاحين اكثر، يعني هلا الشباب اللي موجودين بالمطبخ مرتاحين بموضوع التوزيع اكثر، لانه انا عندي
تقريبا شي 22 حي عندي، بكل حي في لجنه. انا عمليا باللقمه صايم، انا ما بعبي كراتين، ما بعبي علب، العبوات ما بستعملها نهائيا، انا بوفر سعرها ل حق المواد اللي بتنحط. نحن عنا بكل حي في عنا لجنة مسؤولة هي عن الموضوع توزيع اللقمة وعن غير نشاطات، يعني هلا هي اللجنة السنوية دائمة يعني، وعنا اجتماعات شهرية تقريبا مشان نشوف شو ناقصنا. هي نفسها هي اللجنة بتعرف الفقراء وبتعرف مين المحتاج وبتعرف في داتا صار هلا نحن منقول في داتا، نحن منقول الداتا اللي عنا نحن بمثل قريب هي انه أهل مكة أدرى بشعابها، كل حي في عنده الداتا تبعه بالضبط، عرفان مين هاللي بيستحق ومين هاللي ما بيستحق، يعني بيمشوا بالأولويات، يعني من الأشد فقرا إلى هي. والموضوع مو بس بأشد فقرا، نحن لقمتنا نحن بنسميها لقمة محبة، يعني الغني بدي أقول لك بشهر رمضان يمكن هي لقمة محبة ورحمة لكل العالم. بالضبط بالضبط، لأنه أنا بالمطبخ عندي بالكل يعني كل الطوائف مشاركة بالمطبخ عندي، ومنوزع الحلال نحن على الأحياء كل السوريين أكيد. خلينا بس نحكي عن التقسيم، يعني قلت في يمكن شيفتات بيداموا أو بتتقاسموا الشغل وفريق كتير كبير، يعني مو بس برمضان، في كل حدا يمكن له خصوصية شغل أو كل حدا حابب يتطوع معكم أنتوا بتحطوه بالمكان المناسب. خلونا نحكي كيف يعني كيف بيتم التشيك على الشخص إذا هو بالمكان المناسب، إذا تعب في بديل، ويمكن هاي الأعداد أكيد هي منظمة وفي خطط عم تمشوا فيها خاصة بشهر رمضان. طبعا نحن ثلاث أقسام عنا بالمطعم، اللي هو قسم التحضير وقسم الطبخ، وفي عنا القسم اللي قسم الدعم اللوجستي اللي الأستاذ كريم هو موضوع الإعلام، موضوع الداتا تبع المتطوعين أو المكتب التنسيق تبع المتطوعين. هلا دول الثلاث شغلات الأساسيات بالمطبخ عنا نحن، وكل قسم في ثلاث أشخاص موجودين، يعني إذا ما موجود هذا موجود هذا. طبعا بدنا نوجه تحية كمان لكل يعني فريق كبير، يعني مو هلا نحن يعني الموقف هو إنه نحن الاثنين هلا موجودين قدام الكاميرا، ولكن هو فعلا بالمطبخ طبعا عم تشطف وتفسير، يعني تعرفين إنه نحن هلا بين الحلال نوجه لهم تحية، خلون يعطيكم العافية، نوجه لهم تحية، نحن هذول الجنود المجهولين هذول، نوجه لهم تحية كبيرة كثير كمان. الأساسيين هذول اللي بالمطابخ، هذول بالأقسام، هذول بيوزعوا عندهم المتطوعين. المتطوعين هذول الفرق التطوعية اللي كل يوم بتجي، في عنا فريقين نحن متطوعين هذول دائمين ما شاء الله عليهم، هن الاس او اس مسيحي المشرق وجمعية الكرمة، هذول متطوعين أساسيين موجودين عنا كمنظمة موجودة عنا. باقي المتطوعين اللي بيجونا من كثير فرق بالشام، باري كان عنا فريق تطوعي كان أو مو فريق تطوعي، يعني كان عنا ضيوف من اللادية وكان عنا ضيوف من السويد امبارح شرفونا جايين خصوصي مشان يشاركوا بمطبخ لأمي الصايم. كريم خلينا لك نحكي عن الخطط والمشاريع المستقبلية بعد لأمي الصايم. هلا نحن عادة بعد ما يخلص رمضان غالبا بنكون عم نحضر للعيد، بس هلا هي السنة يعني نحن كل سنة بنكون عم محضرين شيء، فبصير على الوقت بنرجع نحن نغير شوي طبيعة الشغل يعني، فبنرجع نغير هاي الخطة بحيث تتلائم مع الجو حسب الظرف المتاح. عادة نحن بيكون بالعيد في مبادرة هي لموضوع خلينا نقول الأواعي الملابس، باعتبار خلصوا صيام هلا، فهلا صار يعني موضوع الملابس العيد، موضوع كعك العيد، موضوع يعني في تفاصيل معينة، هلا بنشوف شو في أولوية. طبعا في مجلس إدارة يعني ككل بنقعد بنجتمع نحن بنحكي فيها بنشوف شو، حتى يعني نحن بالنهايه مو لحالنا عم نشتغل، في ناس بتساعدنا يعني اوقات الاشخاص يعني المتبرعين خلينا نقول كمان هن اوقات يعني هن بيقولوا لنا انه يعني بيساعدونا اكثر بحيث انه موجود عندنا هلا مثلا ملابس، فبنصير نحن يعني على الشغل، فصار يعني صار في هن يساعدونا كثير بهذا الموضوع، نحن في عنا ملابس، في مجال انتم تلاقوا طريقه لهذا الموضوع كيف ممكن انتم توزعوهم كيف يعني تم وضع خطه للعيد. إسا ما مشان ما اكون هيك يعني ما وضحت الصوره تماما فإسا يعني في شيء هلا من السنوات الماضيه هي موجوده الخطه تبع السنوات الماضيه، ولكن هاي السنه عم نفكر نعمل شيء اضافي، إسا ما بدي نحكي فيه، يعني هو فيه شيء تنموي اضافي مثل ما قال نحن مو بس مطبخ وعم نطبخ ونوزع، هو الموضوع كمان فيه شيء تنموي عم بيكون ضمن المطبخ، دائما في عنا مثلا خلينا نقول شيء ترفيهي فنانين، في شيء تثقيفي، في مسابقات، في كركوز عواز، يعني دائما فيها هي الحاله نحن
اللي بدنا اياه انه ما بدنا يعني هي الصورة تبع اللي جاي ياخذ وجبته لا هي مو هيك الفكرة. الفكرة مو انه في عندنا حدا احنا ما بنلاقي ياكل احنا بدنا نطعمه، لا ابدا مو هيك. هي الفكرة انه هي عادة سورية هي موجودة اساسا عندنا نحن سواء الغني او الفقير تماما، يعني اي حدا باي مكان قبل الفطور هي العادة اللي دائما بيبعتوا شو طاقين بيبعتوا سكبة لجيرانهم. أنا بدي أتمنى لكم التوفيق وتحيتنا لكل أفراد الفريق اللي عم يشتغل بهالشهر الفضيل ليوم ولا لقمة صايم هاللقمة اللي مليانة محبة بين السوريين. موفقين، شكرا لكم. بدي أشكرك أنا بس قبل ما نقفل إذا بقدر كمان هيك عن طريقكم كمان أي حدا بحب سواء يتبرع أو يتطوع أو يدعي لنا خلينا نقول بقدر كمان صفحتنا موجودة صفحة لقمة صايم فريق الوئام التطوعي على الفيسبوك بقدر يتواصل معنا. وشكرا لكل حدا يعني عم يقدم أي جهد لحتى نحن نقدر نكفي بشغلنا. نعم. شكرا لكم. ونحن أكيد بدنا نشكركم ونتشكر مجهود فريق كامل يمكن عم تعملوا شيء كرمال السوريين برمضان. شكرا كثير لكم.